بالطبع أقوال وحكم مشاهدينا. إذن الحكمة مباشرة اللي اختارتها اليوم لنا زميلة نجية: الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. جميلة هذه الحكمة، ها؟ جميلة جدا. بالطبع هذه حكمة اليوم مشاهدينا الأفاضل. بعد هذه الحكمة نرحب بضيف اليوم. مساء وصباحك سعيد، أنا ما زلت في المساء يا خوتي. مساءك سعيد حسن خليفاتي، أهلا وسهلا بك سيدي المحترم. قبل ما نروح مباشرة للحكمة بالطبع سيدي المحترم، نرحب بالزميلة المميزة حبيبة محمودي الهادئة صاحبة الأقلام الفتاكة. أنا دائما أقول أسد الإعلام هي حبيبة محمودي. مساء الخير، صباح الخير زميلتي. الله يخليك زميلي يا قمر الدين. صباح الخير، صباح الخير مشاهدي قناة الشروق نيوز. صباح الخير ضيفنا الكريم. نعم. السيد اليوم نستضيف في ضيف المورنينج السيد حسان خليفتي الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني لشركة التأمين، ويشغل أيضا منصب مدير عام لشركة أليونس للتأمينات الخاصة. نعم، أهلا وسهلا به. بالطبع قبل ما نخوض في الحوار ربما سيكون ساخن، فنترك ضيف المحترم يعلق لنا عن الحكمة. فقط محي الدين المخرج رجاء، نعم أعطينا الحكمة. نعم الحكمة فقط كي نترك الضيف، هي فحوها عن الابتسامة. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. والله هذه حكمة، يعني حتى أنه يقال أنه ابتسامة في وجه أخيك صدقة. يعني هذه من ثقافتنا ومن يعني من تعاليم يعني ديننا، يعني هذا يخلينا أنه نقول أنه لازم نكون مبتسمين دائما، نكون متفائلين، تفاؤلوا خيرا تجدوه. يعني الابتسامة تزرع الطيب، ربما هناك طاقة إيجابية في نفوس كل نعم واحد فينا. نعم نعم، هو الابتسامة تعطينا طاقة إيجابية، تعطينا يعني حب الحياة، حب الآخر، يعني لأنه تبادل الابتسامة هو يعني فيه أخذ وعطاء، وخلينا نقول أنه تكون يعني الطاقة الإيجابية تخليك تبتدئ نهارك يعني في أحسن الأحوال. كما لاحظوا السيد حسن خليفاتي من المبتسمين، يعني إن شاء الله تكون مبتسمين أكثر من الغاضبين. نخلي ضيفنا الكريم مع زميلة حبيبة محمودي لتحاوره بعد هذا الفاصل مشاهدينا. تفضلي حبيبي. شكرا زميلي قمر. سيد خليفتي، نعرف أن سوق التأمينات في الآونة الأخيرة عرفت العديد من الصدمات، خاصة بعد قرار الحكومة القاضي بتوقيف الاستيراد. هل لكم من تقييم لسوق بلغة الأرقام إذا كان ممكن؟ نعم، أولا شكرا على الاستضافة، وصباح الخير لكل مشاهدي قناة شروق نيوز ومورنينج. لو نشوف يعني سوق التأمينات مر بعدة مراحل، يعني كان هناك سنوات 2002 إلى 2014 وين كان يعني نسبة النمو تقارب يعني بمعدل 12%، وصلنا 20%، وصلنا إلى 8%، لكن المعدل كان حوالي 12%. لكن في السنتين الأخيرتين يعني 2015 2016 و2017 يعني نسبة النمو ما تجاوزتش 2 إلى 2.5%. سقوط حر يعني نسبة نعم النمو. هذا راجع لعدة أسباب، حتى ولو كان تراجع سوق السيارات، تراجع يعني الاستيراد، تراجع كذلك الاستثمار الحكومي، لأنه الاستثمار الحكومي ينعش سوق التأمينات، لأنه لما تكون هناك مشاريع جديدة تكون هناك طلب للتأمين، هذا ما ينعش السوق. لكن هذا جزء كبير من الإجابة، لكن هناك مشاكل داخلية للسوق، منها يعني الإغراق، منها عدم تطوير المنتجات الجديدة. هذا يخلينا نقول أنه حتى ولو كانت النسبة الكبيرة للأسباب تراجع هو تراجع سوق السيارات، تراجع يعني استثمار أو ما يسمى الأزمة الاقتصادية، لكن هناك أسباب أخرى اللي رانا نحاولوا يعني في إطار جمعية شركة التأمين أن نعالجها، وهذا بالتنسيق مع السلطات العمومية.
ألا ترون أن هناك يعني حملة أخرى ساهمت في ضعف نسبة النمو لدى شركات التأمين، وهي حملة خليها تصدي، عزوف المواطن الجزائري عن اقتناء المركبات. منذ حوالي يعني منتصف شهر مارس إلى غاية اليوم، كيف أثر ذلك سيد خليفة؟ والله ممكن أنه راح يأثر، لكن أثر راح نشوفه في آخر السنة، إحنا ما نقدرش نشوفها حاليا. حتى ولو عندنا معلومات أنه تراجع رقم أعمال السيارات، لكن الأرقام الرسمية ما هيش متواجدة، لأنه حتى ولو نشوف مثلا في الثلاثي الأول عندنا نسبة نمو ب 8% للسوق، لكن راح تبقى غير رسمية وتبقى يعني مؤقتة، لأنه الحملة انطلقت في الثلاثي الثاني، الحملة حملة تخليها تصدي. نعم، لهذا نقول لك حتى ولو الأرقام تاع الثلاثي الأول كانت جيدة، لكن أنا نبقى حذر، لأنه نقول أنه الأرقام راح نشوفها في آخر السنة، لكن راح نشوف إذا في سبتمبر لما تخرج أرقام السداسي الأول، يعني راح نشوف يعني تأثير حملة تخليها تصدي، لكن نظن أنه راح يكون عندها تأثير، لأنه سوق بيع السيارات لما يتأثر راح يؤثر مباشرة على سوق التأمينات، راح يكون هناك رقم أعمال أقل، راح تكون هناك يعني لكن الأثر راح يكون يعني مضاعف، لأنه لما تكون عندك رقم أعمال أقل وتكون عندك حوادث يعني راح ما راحش يعني تنقص. شحال تتوقعوا نسبة التأثر؟ والله احنا في يعني السنه الماضيه يعني سوق التامينات تاخر بحوالي 5% في قطاع السيارات، هذا العام ممكن تكون نفس النتيجه او شويه اكثر. نعم، هل تراجع رقم الاعمال لدى شركه التامين سيؤدي بمسؤوليه المؤسسات الى تسريح القاعده العماليه؟ لا، اليوم في تأثير مباشر أم لا؟ اليوم ما ناش في هذه الصورة. نظن أنه اليوم حتى بعض الشركات، منها الشركة التي أترأسها، باقية في خطة يعني جلب العمال، يعني باب التوظيف مفتوح، يعني باب التوظيف مفتوح. احنا ماناش نظن انه اليوم ماناش في هذا الاطار، لانه ما تنساش انه بعد يعني دخول قانون الماليه 2018 اللي عاود يعني خصص 500 مليار دينار للاستثمار العمومي، خلى هذا الاستثمار يجلب رقم اعمال جديد لشركه التامين خاصه العموميه. هذا يخلي انه يعني في الفتره الجايه راح تكون هناك يعني انتعاش ولو نسبي لسوق التامينات عن طريق يعني الاستثمار العمومي. لهذا نقول لك انه اليوم انا في رايي ما كانش ولا مشروع لتسريح العمال، بالعكس هناك بعض الشركات اللي راح تدخل عمال جدد. تشكون سيد خليفتي من ضعف رقم الأعمال، تشكون من غياب الاستثمارات، لكن المواطن الجزائري يشكو من جانبه أيضا بسبب التأخر في التعويض خاصة عند حوادث المرور، لماذا سيد خليفتي؟ والله هنا راح نتكلم لك يعني بطريقة، هناك مواطن عنده حق، لأنه مشاكل كثيرة في التعويض، لكن لو نشوف يعني من 2010 إلى 2015 نسبة التعويض بالأرقام في قطاع التأمينات تجاوزت يعني معدل 50 مليار سنويا دينار، يعني ما يعطينا 250 مليار. لو نشوف يعني عملية التصفية اللي وقعت بين شركة التأمين مؤخرا من 2010 إلى 2015، يعني حوالي 8 مليار دينار ل 200 ألف ملف. هذا واش يخلينا نقول أنه يعني نسبة الملفات اللي كانت عالقة ما تجاوزتش 3 إلى 4%. نقول أنه شركة التأمين حقيقة إجراءاتها معقدة، يعني نوعية الخدمات ليست هذا التعقيد. سجلنا بعض الحالات وبعض الشكاوى للمواطنين. نعم، تقول بأنه تأخر ملف تاعه عن التعويض وصل حتى 5 سنوات. نعم، موجود. لهذا نقول لك أنا لست هنا بتبرير، نقول أنه ما لازمش يكون هذا التأخير. هناك جزئين، جزء اللي يخص الشركة مع زبونها، وهذا يعني هذا ما لازمش يكون هناك تأخير، لازم يكون يعني في الأقل مدة ممكنة لازم تعوض، لكن هناك إجراءات مع
معقده لما تكون بين الشركتين. في الحاله الاولى هناك تعقيدات داخل الشركه التامين عموميه ولا خاصه، وهذا طلبنا ونطالب ونحاول يعني في اطار جمعيه شركه التامين ان نحسس وان نطالب شركه التامين انها لما تمضي عقد مع 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 زبونها يعني تحترم هذاك العقد، يعني العقد شريعه المتعاقدين. الجزء الثاني اللي هو لماذا لا تحترم الاجال او يتم تحديد اجال معينه مثلا اسبوع او 15 يوم كاقصى اجل لتعويض المواطن؟ 5 سنوات كثير. لا راني جايك. هناك جزء ثاني هو تعقيدات يعني الخبره، وين في بعض الاحيان تكون الخبره لكن هذا جزء قليل جدا. الجزء اللي فيه مشاكل اليوم هو لما تكون يعني الحادث متعلق بشركات اخرى، يعني بزبون شركات اخرى لتحديد المسؤوليه. لهذا احنا يعني منذ يعني وصلنا الى مسؤوليه اتحاد شركات التامين حاولنا ان نوجد اطر. وجدنا الاطار الاول هو تصفيه الملفات من 2010 الى 2015، يعني 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 اليوم تمكنا من تصفيه ملفات 2010 2011 2012 2013 2014 200,000 ملف ب 8 مليار دينار. احنا بصدد الان في هذا الصيف بصدد تصفيه ملفات 2015 اللي خذينا لها كاخر اجل انه تصفى يوم 30 سبتمبر، قبل يوم 30 سبتمبر 2018. بالنسبه ل 2000 عددها كم يقدر عددها؟ لا شوفي احنا 2014 كانت 66,000 ملف، يعني عدد تقديري لكن ليس لنا رقم تقريبي، يعني بين 70 الى 80,000 ملف بحوالي 2 ستسوى وضعيتهم قبل شهر 30 سبتمبر 2018. هذا كان يعني تعهد بين شركات التامين ووزاره الماليه اللي تراقب الوضع يعني عن كثب وعن قرب. بالنسبه ل 2016 2017 2018 وضعنا اطار واحد اخر، شركه يعني شركه 10 من 13 اللي امضت عليه كانت ثلاث شركات ما زال ما امضتش على الاطار. هذا يقول انه الملفات لا يجب ان تتجاوز 45 يوم لكي تصفى بين شركه التامين. وكذلك نحن في اطار يعني وضع اطار جديد ل 2019 ان شاء الله كل شركات راح تدخل فيه، حتى مع وزاره الماليه اللي راهي تساندنا في هذا الموضوع، انه وضعنا ما يسمى يعني التعويض المباشر للمؤمنين. ما يعني هذا؟ يعني هذا لما تكون انت يعني مؤمن في شركه اليونس وفي شركه ويكون وتقع لك حادث مع الشركه الاخرى يعني مضاده، ما ننتظرش حتى نجيب لك التعويض. انا اليونس نعوضك مباشره، والشركه الاخرى ملزمه قانونا ومجبره قانونيا انها تعوضني بدون يعني. وكذلك واذا كان العكس والعكس صحيح، هذا يخلينا انه نوضع هذا الاطار الجديد باش نخرجوا المؤمن من مشكله الصراع بين شركات التامين وكذلك ونمر مباشرة لتحسين الخدمات للتعويض المباشر، وشركة التأمين هي تصفي ملفاتها كيف أرادت ما بيناتهم. من التأمين على المركبة نلتقل إلى التأمين على الحياة. كم يصرف الجزائري من أجل التأمين على حياته؟ سؤال مهم جدا. والله اليوم لما نشوف التأمين على الحياة يعني هو الجزائري ما زال ما يصرفش كثير لعدة أسباب، أنه اليوم السوق ليس متطور، غياب سوق مالي. لكن أنا ما نحبش كلمة التأمين على الحياة، أنا نحبش التأمين على الأشخاص، لأنه التأمين على الأشخاص فيه عدة جوانب، فيه التأمين على السفر، فيه التأمين على يعني على القرض، فيه التأمين على يعني التأمين اللي يخليك حتى في بلدان الخليج هناك تأمين اللي يخليك في السوق المالية، في السوق يعني البورصة، وكذلك التأمين على المرض، التأمين على يعني لهذا احنا في الجزائر انا بعيد عليها. لا احنا بعيد لانه هذا في بدايه الطريق،
وحتى يعني الشروط الموضوعيه ماهيش متواجده بكلها، لانه انت لما تقول التامين على السوق، التامين على الاشخاص، لازم تكون عندك سوق ماليه يعني متطوره، سوق ماليه ديناميكيه. اليوم ما عندكش في الجزائر سوق مالي، ما عندكش بورصه يعني تسير يعني بطريقه يعني عصريه، ما عندكش سوق ماليه، سوق التداول. لهذا ما تقدرش حتى توجد منتجات وين تقول للمؤمن، اليوم استثمر 100 دينار وراح نعطيك بعد 20 سنه 200 دينار ولا 150 دينار، مش ممكن، لانه اليوم نسبه العوائد يعني اقل من نسبه التضخم، يعني حتى يعني رانا في نسبه سلبيه اذا صح التعبير. اما بالنسبه لسوق التامينات على الاشخاص، اليوم حوالي 10 مليار دينار و12 مليار دينار، يعني هناك اقبال. نعم، يعني هناك اقبال. لا، هي بدايه الطريق، لكن لا نظن انه لما نشوف ندخل في التفاصيل، حتى 12 مليار دينار عندنا حوالي 40% التامين على السفر اللي هو اجباري، عندنا التامين على القروض اللي هو اجباري، على المرض المرض قليل لانه المنتجات مازال ما بداتش، عندنا منظومه صحيه يعني عموميه ما تخليش تطوير. لابد ان تكون في اجباريه حتى المواطن الجزائري يلجا الى التامين. لا والله شوفي، نظن انه الجزائري مش بالضروره تكون اجباريه، في بعض الاحيان لازم تكون اجباريه، مثلا على السكن، على ولا على حتى على الفلاحه، لكن المشكل انه الجزائري يامن بالملموس. مثلا لو نعطيك مثال بسيط، في 2007 يعني اطلقنا او حصريا منتوج ما يسمى خدمه المساعده على السيارات اللي هو لاسيستونس اوتوموبيل. في البدايه كان الناس ما كانتش مامنه فيها. اليوم هناك ملايين، اليوم هناك ملايين جزائريين ياخذوا هذا المنتوج في كل شركات التامين، لانه عرفوا انه منتوج يعني يساعدهم، عرفوا انه منتوج يعطيهم خدمه، ويعني وشركات يعني اعطت خدمه جيده. نفسه من نفس المنتوج اللي اليوم اعطيناه نحن، مثل بالنسبه لي وهذه الفرصه بالنسبه للسياح الجزائريين تنقلوا بالمركبات الى تونس، يعني اعطينا لهم نفس الخدمه، راح يعرفوا يعني صلاحيتها وانها يعني يحتاجوها في تنقلهم باش ينتقلوا بكل حريه. حتى السعيره المعتمده كانت يعني مش مرتفعه، 3000 دينار على ما اعتقد. 3000 دينار يعني لشهر كامل، يعني تعطيك خدمه المساعده 24 ساعه على 24 ساعه في تونس على السياره، عطب، حادث مرور، التنقل الى الفندق، استبدال السياره لمده 6 الى 15 يوم. هذه الخدمات تخلي الجزائري يامن. تعرض مثلا الجزائري في تونس الى حادث مرور لا قدر الله، كيف سيكون التعويض؟ لا، هو مش تعويض، هو تعويض لانه ما عنده، هو عنده المسؤوليه الماليه، لكن هو المشكل احنا في هذاك الوقت اللي يكون يعني الحادث وتكون يعني هناك يعني صعوبه نفسيه، يكون عنده ناس راح يجيو مساعده مباشره، يساعدوه مباشره، ينقلوا له السياره تاعو، يعاونوه، يعني حتى اذا كان هناك حادث جسماني ينقلوه للمستشفى، يامنوا له سيارته، يامنوا له عائلته، يامنوا له يعني اغراضه في هذاك الوقت اللي يحتاج فيه المساعدة، لأنه في بلد غريب، حتى ولو كانوا يعني تونس إخواننا وعائلتنا، لكن حتى راح يكون بعيد عن أهله. ها في هذاك الوقت يكون يعني كاين واحد راح يتكلف به، يقول له ما تخافش رانا هنا نتكلفوا بك. هذا مهم جدا للتنقل الجزائريين مع عائلتهم باش يتنقلوا في كل راحة وفي كل يعني طمأنينة على مدار الساعة، يعني وين يكون في تونس عنده رقم هاتف يكلم، يجوا ياخذوه من في نفس المكان بعد نصف ساعة ولا بعد من المنطقة. لهذا نقول لك أنه الجزائريين لما يوجدوا منتوجات كهذه ويجربوها يأمنوا فيها. التأمين على الأشخاص مازال، لأنه البنوك مازال ما تطورتش، البورصة ماشي متطورة، لكن إن شاء الله حتى المنظومة الصحية الخاصة ماشي متطورة، لأنه لما تطور منتوجات على التأمين على 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 الصحة لازم تكون عندك منظومة. اليوم المنظومة الطبية الجزائرية يعني الصحية الجزائرية يعني أغلبها عمومية. قلتم بأن التأمين على الحياة وتأمين على الأشخاص مثل ما فضلتم تسميته يبقى ضعيف، ألا ترون أن ذلك راجع إلى فتاوى التي قدمها بعض المشايخ والعلماء داخل الوطن وخارجه، وقالوا أن التأمين على الحياة حرام؟
والله أنا لست بمفتي، لكن أنا إنسان عندي عقل ونفكر. نقول أنه مع احترامي لكل، لأنه لكل مقام مقال، أنا لا أعرف في أي إطار جاء السؤال، لكن هناك يعني منتوجات حتى في الدول العربية، في دول الخليج، في الدول في ماليزيا، في اندونيسيا، يعني منتجات على التامين على الاشخاص وسوق ماليه واعده وسوق ماليه ديناميكيه. انا نظن انه في بعض الاحيان هي نشوف في اي اطار جاء السؤال وفي اي اطار جاء الجواب، لكن ما عندناش حق كمسلمين انه نبقى في 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 يعني حوار دوغماتي، يعني دو يعني وين من بعض الحين يقول لك حدود عقل، حدود الانسان هو حدود عقله، يعني اذا كنا بنبقى في تفكير يعني غير يعني متفتح، غير الاسلام هو متفتح على العالم، على كل، على التطور، على العصرنا، لكن حدود الشرع معروفة، الحرام مبين والحلال مبين، لكن إذا لازم نرجع إلى الإطار ونشوف ما هو الإطار اللي جاء فيه السؤال. أنا نظن أنه الجزائر حق، يعني الجزائر مشكلتنا أنه عندنا أطر فتاوى من كل من هب ودب، وطنيا ولا حتى يعني دوليا، يعني حتى في بعض الأحيان هناك يعني تأثيرات بعض المتعصبين والمتشددين على فكر الجزائري. المهم أن الجزائر لازم يرجع لدينه الوسطي، لدينه حتى المشايخ الجزائريين يعني كان فيها فتوى. والله أنا قلت لك لا، ولكن التأمين على الحياة ما هل أؤمنك لكي، لأنه لما نشوف أنه ما هل أؤمنك لكي لا تموت، لا ما نش فيها، لكن إذا تستثمر أموالك باش تكون عندك يعني في المستقبل يعني مداخيل، هذا لا يتعارض مع الدين، يعني يقول لك عيش دنياك كأنك تعيش أبدا وعيش لآخرك كأنك تموت غدا، يعني إذا 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 اليوم الجزائريين نحن نبقاو نفكروا الا في الموت، في الموت لازم نفكر، في الموت الموت حق، يعني الموت حق، لكن لازم نعيش، لازم نطور، لازم نعمل، لازم نكون صديقين، لازم نكون نعمل النظافه، نعمل العمل باتقان، نعمل كل هذا من تعاليم ديننا كذلك، لانه يريد القول يعني الدين يسر لا عسر، دون يسر ولا عسر، والدين الاسلامي هو من اكبر الديانات التي تشجع على العلم، تشجع على النظافه، تشجع على التطور، واطلبوا العلم ولو في الصين، ولو استطعتم ان ترفضوا باب فانفضوا، كل هذا يخلينا انه ما نكونوش يعني نبقاو محصورين في بعض يعني الجزئيات اللي تخلينا ما نفتحش على العالم وما نشوفش ما يحدث في العالم. من هذا الموضوع ننتقل الى ملف اخر زميلة قمر الدين، وهو التأمين ضد الكوارث الطبيعية. نشوف الجزائري ما يأمنش بالتأمين ضد الكوارث، لكن لما تصير الكارثة يطالب بالتعويض. نعم هذا سؤال. نعم هذا الجزائري يعني والله حقيقة حتى احنا نقول انه من كرم الدولة الجزائرية ويعني وحكومات الجزائرية المتعاقبة انه لما تقع كارثة الوزراء يعني يجندوا، الدولة تتدخل، الجيش يتدخل، الحكومة تتدخل، الوالي يتدخل، كل الناس تتدخل لمحاولة يعني جلب تقليل من الضرر، التقليل من الضرر والتعويض وكذلك، لكن هذا ما يشجعش الجزائريين انه ياخذوا يعني كونسيونس، يعني يكونوا يعني واعيين بالمخاطر. لهذا نقول انه التأمين على الكوارث الطبيعية هو ضروري داخل في اطار يعني لا سوليداريتي ناسيونال، يعني التضامن الوطني، وكذلك راح يخلي الدوله الجزائريه تكون في اريحيه باش توجه هذه الاموال لمسؤوليتها الاخرى. ما تشوفوش انه العزوف عن التامين ضد الكوارث الطبيعيه راجع الى ارتفاع التسعيره؟ والله التسعيره يعني لو نقول لك انه التسعيره يعني في اكبر الاحيان يعني ما تتجاوز 3000 دينار سنويا، يعني 10 دينار يعني سعر خبزه في اليوم، يعني 10 دينار يوميا، يعني لو تمشي تركن سيارتك 50 دينار اليوم، يعني 100 دينار ولا حتى 100 دينار في بعض الاحيان، يعني نظن انه التسعيره ليس لا هي ثقافه، وهي يعني
ثقافة ترسخت فينا أننا نحاول أن نتخلى عن مسؤوليتنا. لما تكون عندك مسؤولية، يعني على بيتك مسؤولية، على مصنعك مسؤولية، على تكون تفكر أنه لازم تأمنه، لأنه يأتي في يوم من الأيام وين الدولة الجزائرية ما تكونش عندها الإمكانيات أنه تتواجه كل الكوارث، لأنه هناك تغير مناخي، تغير طبيعي، هناك مشاكل، يعني الكوارث راهي تزيد من يعني كل سنة كوارث جديدة. حتى اليوم الكوارث، يعني اليوم رانا في الصيف، يعني الحر اللي راهو في الجنوب الجزائري يعتبر كارثة طبيعية، لأنه ما مش معتادين عليها. نظن أنا هذا في رأيي جاي من التغير الحراري العالمي اللي موجود، التغير في المحيطات، البلاستيك، يعني كل هذه المشاكل تخلينا أنه الجزائر لازم يأخذ وعي أنه لازم يتحمل مسؤوليته جزئيا، حتى ولو كان هناك يعني حكومات ورئيس جمهوري يعني يحاولوا يساعدوا الجزائريين. لكن نظن أنه الثقافة هذه لازم تتغير. لكن هل تغيرت بعد أحداث الزيت والسكر من 2011؟ يشوفوا كان فيها كثير يعني أعمال تخريب لمؤسسات، لمنازل في 2011. من 2011 إلى اليوم هل هناك كان هناك إقبال لدى شركة التأمين؟ والله حتى يعني نقول لك أنه في 2011 حتى أننا وضعنا منتوج جديد وهو ما يسمى تأمين ضد ليزومبي، يعني الشغب، أعمال الشغب، وكذلك ليزاتيس أكت تيروريزم ساباتاج. في السنوات الأولين خاصة الشركات، لأنه كان هناك حادث كبير، يعني تعويضات كبيرة، وقعدت كان ضرر كبير، كان ضرر كبير في هذاك الوقت، وإحنا عوضناهم. لكن في السنوتين الأولين كان هناك إقبال حتى ولو محتشم، لكن بعد ذلك يعني عودنا، رجعنا لنفس عودة الطمأنينة ونسيناهم. لهذا نقول أنه كل معرض للحوادث، كل معرض للمشاكل، لكن نحاول أنه هناك مسؤولية مشتركة، مسؤولية على المواطن، مسؤولية على الحكومة، لكن مسؤولية شركة التأمين كذلك مسؤولية، لأنه ما تتصلش كثير، ما تشرحش كثير، ما تحاولش انه هي في حملة تحسيسية في نعم حملة تحسيسية. لهذا نقول لك مسؤولية مشتركة، لهذا لازم كل الأطراف تجلس على طاولة وتحاول ان تجد الحلول. لو نشوف انه مثلا التأمين على الكوارث الطبيعية من 2003، لكن هناك مثل تركيا اللي في 2001-2002 كان هناك زلزال مدمر ودخلوا التأمين على الكوارث الطبيعية على الزلازل، اللي اليوم 90% من 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 يعني السكنات التركية مؤمنة. في الجزائر 2% الكوارث الطبيعية، وخاصة الكاتنات، ما يسمى الكاتنات، يعني احنا رانا 2%، هم وصلوا 90%، يعني وبدون إجبارية، يعني باش نقول لك انه نسبة الوعي، نسبة الثقافة التأمينية. هل من هنا تقدر توجه طالب للسلطات انه تتوقف عن التضامن بعد الكوارث الطبيعية؟ لا لا لا، انا ما لأن المواطن والف في الدولة، تدخل الدولة، لا لا الدولة عندها او اللجوء الى قرار إجبارية التأمين ضد الكوارث، هو يعني في بعض ربما لا احنا ما عندناش الحق انه نقول الدوله ما تتحملش مسؤوليه. الدوله عندها الحق تحمل مسؤوليتها، وعندها مسؤوليات كبيره اجتماعيه، سياسيه، ثقافيه. الدوله هي تبقى يعني الاطار الامثل للتضامن الوطني، لكن هناك يعني لازم تشارك في 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 بحث الوعي. مثلا هناك في بعض الاحيان حتى ممكن انه يعني التامين على الكوارث الطبيعيه نخرجوه مباشره من شركه التامين ونضعه في فاتوره الماء او الكهرباء، يعني كل بيت عنده ماء ولا كهرباء عنده يدفع هذيك. يعني ممكن هناك حلول تقنيه كثيره، يعني المهم انه هل تقدموا هذا المقترح للسلطات؟ لا، احنا قدمناه منذ سنوات، لكن لم يرى النور المشروع، ما مشاش هذا المشروع لحد الان. ممكن انه الدوله اليوم والحكومه عندها اولويات اخرى، لكن هذه من الحلول، هناك حلول اخرى،
هناك حلول يعني باش يشارك المواطن في إطار يعني الكوارث، باش يشارك شخصيا في إعادة بناء بيته ولا 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 منطقته، لكن هذا يدخل في إطار يعني استراتيجية وطنية. ممكن أنه تكون هناك جلسات سيد خليفة 98% يعني من البيوت الجزائرية غير مؤمنة، هذا رقم كبير جدا. نعم وهذا حقيقي، ما فيش مقترح آخر مثلا التأمين على يعني البيوت يعني لا مراسم لا ميتيريس كابيتاسيون ما تجاوز 8 إلى 10%. من المسؤول عن صنع ثقافة التأمينات في هذا الموضوع بالذات؟ والله هي مثلا التأمين على البيت هو إجباري، لكن من 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 كيف نوعي المواطن بأن يؤمن بيته؟ والله كيف نزرع فيها؟ مسؤولية هي مشتركة. أولا مسؤولية شركة التأمين، يعني أولا لازم هي تعمل باش يكون المنتوجات تاعها يعني توضعها في إطار يعني فهم يعني شرح للمواطن وضعها في إطار. ثانيا مسؤولية الحكومة كحكومة لوضع الأطر التشريعية باش مثلا في فرنسا التأمين على البيت إجباري، ما تقدرش تكون عندك بيت وما يكونش مؤمن، لأنه يكون هناك يعني متابعة قضائية يعني في حالة في إذا 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 يعني اكتشف هذا. هناك يعني مسؤولية كذلك جمعيات المستهلك، كل هذه يعني الأشخاص هم مسؤولين على من هذا المنبر نوجه لهم رسالة بالطبع. نعم. لكل الأشخاص. نعم. تريدين أطرح آخر سؤال حبيبة؟ ربما عندي ثلاث أسئلة إذا كان ممكن زميلي زميلي قمر الدين إذا كان ممكن ضيفنا يجيبنا عليهم في عجالة. وهي الحكومة الجزائرية تعول على الإدارة الإلكترونية والوثائق البيومترية، لماذا تأخرت شركة التأمين في مواكبة هذا المشروع؟ والله شركة التأمين مايش، فعلى الأقل شركة أليونس نحن نعطي أهمية كثيرة. نعم، لكن مثلا نحن ننتظر بشغف القيادة رخصة السياقة البيومترية وكذلك الرخصة يعني البطاقة الرمادية الإلكترونية حتى نكون يعني نوضع ما يسمى سيستم بونيس ماليوس، يعني لأنه راح تكون عندنا في البطاقة الرمادية تكون التأمينات داخل البطاقة الرمادية. وحتى عندنا احنا نفكر وقلنا نعطي مقترح للحكومة في السنوات القادمة لما توضع كل البطاقة الرمادية الإلكترونية حتى تولي ممكن تدفع حتى يعني لافينيات يعني الأوتوموبيل عند شركة التأمين على طول السنة. يعني هذا مقترح من مواكبة الحكومة الإلكترونية. مشروع التأمين عن بعد. نعم. يعني المواطن الجزائري او قائد المركبه اليوم كما احنا نقولوا بالعاميه تموت لاسورونس تاعو، يقعد يستنى يومين ثلاثه حتى تفتح شركه تامين باش يامن، لماذا لا يكون هناك مشروع التامين عن بعد؟ لا هو ممكن، لكن المشكله في يعني لماذا بدينا مثلا في يعني في التامين على السفر؟ لانه شركه التامين عندها هاجس يعني حاله المركبه في ممكن ممكن تكون مسابقه في وقت تامينها عن بعد. لهذا شركه التامين تطالب ان ترى المركبه في وقت تامينها حالتها الخارجيه. لكن هناك مشاريع انه ممكن انه يعني يكون هناك تطور في المستقبل تصبح عن بعد. نعم. لكن هناك منتوجات مثلا نرجع نقول لك انه بعد اسبوع او اسبوعين راح نطلق التامين عن بعد على 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 منتوج تونس، يعني من بيتك تعمل التامين وتمشي من بيتك ان شاء الله يعمم في كل التامينات. جميل، تفضل. كان فيه مشروع سيد خليفتي وهو خاص بشركه اليونس تامين لاعبي الفريق الوطني، وكان فيه مقترح قدمته للاتحاديه الجزائريه لكره القدم، اين وصل هذا المشروع؟ والله هذا المشروع بقي على حاله منذ الاداره القديمه للاتحادية الرياضية، خاصة اللاعبين الدوليين والفريق الوطني. نظن ممكن أنه نعيد بحث الملف مع إدارة الأخ خير الدين زتشي، وهذا احنا مستعدين أنه نفكر سويا
لتطوير المشروع، وخاصة أنه يعني عندنا أمل كبير أنه يعاد بحث الفريق الوطني بعد النكسات الأخيرة بمدرب جديد، وإن شاء الله ممكن أن نواكب المستقبل تاع المنتخب الوطني، وحتى ممكن أن نطور هذا المنتوج حتى مع يعني اللجنة الأولمبية وكل الفرق الوطنية باش نعطي له يعني بعد وطني. كان هذا آخر سؤال؟ بما انه سؤال عنده علاقه بالرياضه، اذا كان ممكن السيد خليفتي يقول لنا الفريق اللي نصره الوقت اليوم يا حبيبة. الفريق الذي نصره اليوم في نهائيات كاس العالم. والله انا ما عنديش، احنا نصر الفريق الوطني الجزائري، لكن يعني فريقين جيدين، يعني الفريق الفرنسي جيد كمجموعه وككتله، والفريق الكرواتي يعني فريق جيد تقنيا. ان شاء الله الاحسن يفوز، وان شاء الله احنا الجزائر تفوز بكاس افريقيا في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك حسن خليفاتي، بالطبع نائب رئيس المجلس الوطني لشركات التامين ومدير عام لشركه اليونس. نعطيك انا سؤال صغير فقط، وعلى بالنا باللي ما عندكش ربما الوقت، نشكرك على قدومك معنا في برنامج شروق مورنينغ. ذوي الاحتياجات الخاصه كيف يؤمنون سياراتهم فقط؟ لا، هو تامين عادي يعني، ما عندوش خصوصيه، لانه احنا نؤمن السيارة. ما عندهمش تسهيلات ربما، او لان ذوي الاحتياجات الخاصة كما تعرف ربما. والله تعطيني فكرة من الشهر. والله تعطيني فكرة، راح نطلب من المديرية التقنية عندنا انه تفكر فيهم وتعمل لهم منتوج في المستقبل. هذا يعني كاين مقترحات ربما لتسهيل هذه؟ ممكن نفكر فيها، يعني ما فكرناش فيها، لكن ان شاء الله راح نفكر فيها. من شكرا جزيلا لك على قدومك معنا. تخدمي مع حبيبة فضلي. نشكره السيد خليفتي وسامح لنا لانه خذينا من وقته، كان عنده موعد مهم اليوم. نعم. شكرا شكرا، ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام، اذا كما شفتوا كان هذا ضيف زميلة حبيبة محمودي، دخلنا شويه بالطبع عديناها من وقتها ايضا. نترككم الان مع اجنده ربما واهم الاخبار.